السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع سلسلة متاعب الحركة. سأتحدث هذه المرة عن مرض باركنسون أو الشلل الرعاشي. مرض باركنسون نسبة إلى الطبيب الذي قام بأبحاث كثيرة جدا عن هذا المرض في أوائل اكتشافه، أو باللغة العربية نقول شلل الرعاش. ما هي طبيعة مرض شلل الرعاش؟ كيف نستطيع أن نميزه عن بقية الأمراض الأخرى، بقية أنواع الشلل التي تصيب الإنسان خصوصا في المرحلة المتقدمة من عمره؟ مرض شلل الرعاش أو باركنسون هو مرض عصبي يصيب الدماغ، وما يميزه هي الرعشة السريعة في الأطراف. نجد أن المريض لديه رعشة لا إرادية مستمرة تصيب اليدين حتى المرفقين، وفي حالة رعش شديد طوال ما هو في اليقظة أثناء النوم تختفي الرعشة. كما أن حالة المريض أصبح فاقد للتوازن، لا يستطيع أن يتوازن في مشيته، لهذا تكون مشيته بطيئة وفي نفس الوقت خطوات قصيرة جدا مخافة أنه هو يسقط أو يتعثر. نجد أن خطواته قصيرة جدا. إذن أول ما نلاحظه على هذا المريض رعشة اليد، لما بيصافح، لما بيسلم، لما بيمسك العكاز أو الكرسي أو غيره، نجد أن الرعشة عنده لا إرادية، وهذه تصيب كل الأعمار لكن خصوصا طبعا المرحلة المتقدمة من العمر. ومشكلة رعشة اليد هذه إذا طالت عند المريض استمرت ممكن تؤدي إلى تشوه في اليد، ممكن اليد تصبح متصلبة، الأصابع لا يتحكم في حركتها، تصبح صعبة أن يمسك بها أي شيء، كوب مثلا أو قلم أو عكاز أو غيره، تصبح عنده صعوبة في القبض، صعوبة في تحسس الأشياء إذا كان الحالة هذه استمرت عنده. إذن ما هي خصائص هذا المرض؟ كيف نعرف سبب المرض؟ نقول أولا هو خلل في الدماغ، عنده مشكلة في الدماغ، بالذات خلل في المادة السوداء، في مادة سوداء، خلل في الهرمون الدوبامين اللي يفرز الدماغ، والدوبامين له أهمية كبيرة جدا في استقرار الحركة، في استرسالها، في أن هي تصبح حركة متزنة. إذا كان نقصت مادة الدوبامين في الدماغ في إنتاجها يصاب الإنسان بالرعشة. خلل في نقل الإشارات العصبية في داخل الجسم، أيضا في اضطراب الحركة. إذن هذه هي أهم خصائص وأسباب المرض. هذا رسم توضيحي يبين لنا الدماغ من الداخل، من المركز، فيه منطقة نسموها العقد القاعدية، وهذه نهايتها من أسفل الدماغ، تفرز مادة سوداء هي المسؤولة عن تنظيم الحركة عند الإنسان. في عنصر معين موجود في داخل الدماغ نسموه النواة. وكيف ينشأ المرض؟ ينشأ المرض عادة عند نقص إفراز الدوبامين من الدماغ، إما نتيجة حوادث اصطدام، حوادث طرق، حوادث زلازل، وقوع من أماكن عالية، حوادث عمل، أو نتيجة ملاكمة معناها ضربات عنيفة جدا على الرأس متكررة، أو نتيجة استعمال مبيدات حشرية بشكل مفرط باستمرار. كذلك هناك عند هذا المريض يكون اضطراب في الحركة وفي النوم، يعني تغير في السلوك، المريض هذا يتغير سلوكه، يصبح
إنسان آخر. لعل من أشهر الناس اللي يصيبوا بهذا المرض، مرض باركنسون، هو الملاكم المسلم محمد علي، اللي هو كان مشهور في البداية باسم كاسيس كلاي، كاسيس كلاي أمريكي أسمر. هذا الملاكم أصيب بمرض باركنسون نتيجة اللكمات اللي تلقاها على رأسه، يقدر بأنه تلقى مليون لكمة في تاريخ حياته، فتغير بالكامل، تغير سلوكه، تغير عنده مشكلة الرعشة اللي نحكي عليها باستمرار. لو طلبنا من مريض باركنسون أنه هو يكتب أي أسطر أو يرسم خطوط أو غيره على صفحة بيضاء، نلقى أن عنده رعشة واضحة تزيد أكثر. كل ما كانت الحركة هادفة أو مستهدفة، كل ما كانت الرعشة أكثر وضوح. هذا رسم توضيحي بين أشكال المشي عند مريض الرعاش أو باركنسون بيشنت، عند ميل إلى الأمام، عند ميل إلى الوقوع، خطوات بطيئة جدا ومتعثرة، خطوات قصيرة، مخافة أنه هو يقع، يديه دائما إلى الأمام، خايف يصطدم بالأرض. كيف يمكن تشخيص مرض شلل الرعاش أو باركنسون؟ كيف نقدر نميزه عن غيره من الأمراض الأخرى اللي تصيب الإنسان في الجهاز العصبي؟ عن فحص الطبيب للتأكد من عدة أشياء، تأكد من التشخيص. لازم الطبيب يكون يا إما طبيب أعصاب، طبيب عظام، طبيب مثلا طب فيزيائي، يكون عنده فكرة، عنده خلفية وعنده إلمام بالمشاكل العصبية. يفحص مثلا التوازن عند المريض، يفحص الرعشة. هنا يفحص الطبيب قدرة المريض على التحكم في الحركة، تحكم في مقدار الحركة وكذلك في اتجاهها، باستعمال اليدين، باستعمال الحواس. الطبيب يقوم بمجموعة فحوصات على المريض، يشوف مدى قدرته على التوازن الحركي، على التحكم في الحركة، مقدار الحركة، قوتها. بالنسبة للعلاج، سأتحدث عن العلاج المكمل لشلل الرعاش، لأن من مهام طبيب الأعصاب أنه يعطي الأدوية المناسبة للمريض. يعني هي الأدوية تتلخص في أنه بيعطيه مواد لها مفعول الدوبامين اللي هو ناقص عنده، لكن لا يستطيع أن يعطيه دوبامين مباشرة، لأن الدوبامين لا يستطيع أن يخترق جدار الدماغ ويوصل له إلى الداخل، وإنما يعطيه أدوية مشابهة. بالنسبة للعلاج المكمل لمريض الرعاش، معروف أن سمك السلمون مهم ومفيد جدا، كذلك القرفة مفيدة لمرضى الرعاش. القرفة لما يستعملها مثلا مع السحلب، يستعملها مع الشربة، يستعملها مع الشاي، هذه لها مفعول جيد بالنسبة لمرض الرعاش. أيضا القهوة أو الكاكاو كمنبه مفيد لمرضى الرعاش، إلى أن مرضى الرعاش للأسف أحيانا لا يستطيعون أن يتحكموا في فنجان القهوة، فنجان الكاكاو. هذه نقطة مهمة يجب أن نلتفت إليها. وأكتفي بهذا القدر من الحديث عن متاعب الحركة، مرض باركنسون، مرض الرعاش. ممكن إن شاء الله في المستقبل سأواصل الحديث عن هذا الجانب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.